السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله النهاردة معانا موقع بسيط وسهل وسلس جدا. ازاي تعرف تعمل سي في بطريقة احترافية عشان ما تتعبش نفسك، عشان ما تروحش تدخل على الوورد او اي حاجة تانية وتقعد تكتب كده وتقرف نفسك. لا، في برامج وفي ويب سايت. انا النهاردة اجيب لك ويب سايت حلو جدا جدا جدا، وانا شخصيا عامل السي في بتاعي عليه. الويب سايت ده اسمه فلو سي في، يعني هتروح في السيرش كده وتكتب فلو سي في دوت كوم، تبدأ تبحث، هيبدأ يطلع معاك، هيبدأ يفتح معاك الموقع ده كده، تمام؟ هتبدأ تنزل تحت كده وتقول له get started، it's free، تضغط عليه. بعد كده هيفتح معاك بالشكل ده كده، تمام؟ يا إما تسجل يا إما تبدأ تشتغل عادي، مفيش أي مشكلة، بس الأفضل إن أنت تسجل، تعمله لوجن وتبدأ تسجل، علشان لو أنت عملت حاجة تبقى تبدأ تدخل في أي وقت بالحساب بتاعك وتلاقيها زي ما هي. دلوقتي إحنا نضغط هنا على resume، أول واحدة دي كده. هتلاقي عندك هنا بيفتح لك، بص، all templates، كل دي كده تمبلات، كل دي. لو انت جيت برضو فوق هنا ممكن تختار اي كاتيجوري بقى انت عايز، modern، classic، professional، creative، فاهم؟ فانت عندك بقى ايه، حاجات كتيرة جدا هنا، هي ممكن تعمل اي سي في من هنا زي ما انت عايز يعني. وليكن مثلا احنا نختار مثلا السي في ده كده، نضغط عليه. بعد كده هيقول لك ايه، ابدأ سجل عشان تبدأ تعرف تشتغل. فعادي مفيش مشكلة، ساين اب وتبدأ تسجل عادي جدا. فأنا دلوقتي خلاص بعد ما سجلت وفتحت التمبلت بتاعي أبدأ بقى أعدل بقى. وبص، الدنيا سهلة جدا جدا جدا، بيجيب لك كل حاجة، بيقول لك يعني هنا أول حاجة بيقول لك edit personal details، الحاجات الشخصية بتاعتك، عايز تحط صورة بتبدأ تحطها كده، تختارها، الفول نيم، الاسم بقى اللي هيتكتب فوق في السي في، الجوب تايتل سيفل انجينير، تبدأ تحط الايميل بتاعك، تبدأ تحط رقم التليفون بتاعك، بعد كده الادرس، حاجات عادية جدا سهلة جدا. بعد كده ادخل بقى على ايه، بيرسونال انفورميشن، الديت اوف بيرث والحاجات دي كلها، تاريخ ميلادك والحاجات دي كلها، ولو في اي لينكات بقى تبدأ تحطها، لينكد ان، الحاجات دي كلها، ماشي. بعد كده تبدأ تقول له سيف. يبقى دي كده اول حاجه كانت معانا، تضغط عليها كده بتبدا تعدلها. تاني حاجه بيجيبها لك تحت، ايه بيقول لك هنا، ايه الاديوكيشن، مجرد بس انك تضغط عليها كده بيبدا يقول لك ايه، تكتب الاديوكيشن بقى بتاعك اهوت. انت في البدايه مش هيكون عندك الحاجات دي كلها، هتلاقي عندك الايه، البلس اديوكيشن دي، بتبدا تضغط عليها كده، تبدا تكتب بقى الديجري بتاعتك والسكول والسيتي والكونتري والدرجه بتاعتك والتاريخ البدايه وتاريخ النهايه، وعادي جدا كانك بتكتب حاجات ايه، بسيطه جدا، معلومات عنك. نبدأ ايه، ندخل تاني كده. خلصت بقى، بعد كده ايه، نقول له مثلا هنا كنسل، يعني مثلا انا ضايف هنا الاديوكيشن اهوت. بعد كده عندك البروجيكتس، المشاريع اللي انت اشتغلت عليها بتبدأ تكتبها، وتبدأ تقول بلس بروجيكت، وتبدأ تضيف اي حاجة انت عايز، وكمان بتبدأ ايه، عايز ترتبهم، بتشيل دي مثلا كده وتحطها فوق كده، لو المشروع ده قبل ده عايز ترجع تاني كده، عايز مثلا المشروع ده مش عايز تظهره هناك اهو، بخفيه من هنا كده. طيب انا عايز اعرف اشوف الحاجات اللي انا بعملها دي بتتعمل ازاي، بضغط هنا على العلامه اللي تحت دي كده، شايف انت علامه السيرش دي كده اللي تحت دي كده، بضغط عليها اللي هي دي كده، بفضل ضاغط عليها. ده شكل الحاجه اللي انا كتبتها، بتظهر لي هنا كده. انا كان عندي هنا 3 بروجكت، لما خفيت واحد ظهر 2. طب انا عايز اظهرها، اضغط بس كده في الفراغ اي حاجه تحت كده، اقوم جاي هنا اظهر دي كده واقول له وافتح تاني كده. بص بقى، ظهر لي في البروجكتس هنا 3 حاجات، تمام. بعد كده هتلاقي عندك هنا الورك اكسبيرينس، تبدا ايه، تبدا بقى تملاها بقى عادي جدا، والتريننج اكسبيرينس عندك، والسكيلز، واللانجويج، حاجات عاديه جدا. ولما تخلص بتبدا ايه، تضغط عليها كده وتشوف الشغل بتاعك. بعد كده هتلاقي عندك علامه التحميل هنا في الجنب كده، مجرد بس انك تضغط عليها كده بيبدا يحمل معاك كبي دي اف، ما فيهوش اي مشكله، داونلود ده اهوت، هتلاقي ايه، هتلاقيه بيحمل معانا اهو كده، نزل معانا، مجرد بس انك تفتحه كده اهو. بس يا سيدي بدأ يفتح معانا ك بي دي اف سي في محترم وزي الفل، وحاجه سيمبل وبسيطه جدا، وحاجه منظمه كمان، وايه تعملها في مينت، حاجه بسيطه جدا. وعندك بقى يا سيدي زي ما قلنا، الموقع بتاعك ده مليان سي فيهات، يعني اي شكل انت عايزه تعمله اهو، عندك حاجات كتيره جدا، تبدأ تختار الشكل بتاعك بقى وتبدأ تعدل على التمبلت ده. وبس كده يا سيدي، اتمنى انك تكون استفدت. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.